الشكر موصولا بهذا الفضاء الذي عودنا على هذه اللقاءات المتميزة والفريدة والتي تشيع معرفة وتكون بذات الوقت فضاء لتجاذب الأفكار والنقاش والحوار. حقيقة قبل 3 سنوات لم أكن أميز ما بين الديماغوجيا والشعبوية، كنت أستعمل مصطلح الشعبوية رديفا للديماغوجيا، والذي أغراني أن أنكب على هذا الموضوع وأنني وكان ذلك قبل كوفيد وأنني حينما كنت أحل بدولة غربية أوروبية بالأساس أجد أن النقاش منصب بالأساس على الشعبوية، فأغراني ذلك إلى أن أستزيد معرفة بالظاهرة. وقفت على أنه يتحتم أن أميز بين الديماغوجيا التي هي أسلوب معين من أجل استدراج الشعب، وهي كلمة بالأساس من كلمتين إغريقيتين، ديموس أي الشعب وآغو أي إنقاذ، أي الشعب الذي يقاد أو ينقاد، بناء على خطابات يعني تستدعي العاطفة وتتستر عن الحقيقة. وهذه الظاهرة يعني وجدت منذ أن وجدت السياسة، قضية يعني اللعب على العواطف واستدراج الجماهير شيء ملازم للسياسة، ولذلك يمكن أن نقول بأن الديماغوجيا وجدت منذ أن وجدت السياسة، أي منذ أن وجد حاكم ومحكوم. واعتبر أرسطو بأن الديماغوجيا هي من إحدى العلل، لابد هنا لأنني استمعت إلى بعض من الخبراء والذين في عرضهم إلى سابقة تحليل أرسطو ربما اكتنف عرضهم على الأصح بعض من البنود. أرسطو يميز فيما يخص الحكم حسب الأشخاص الذين يمارسون الحكم، فيمكن للحكم أن تتم مزاولته من قبل شخص ويسمى موناركيا أي الحاكم الواحد، ويمكن أن يزاول الحكم من قبل أقلية ويسمى أرستوكراسية، ويمكن أن يمارس من قبل الشعب ويسمى ديمقراطية أي حكم الشعب. وهذه الظواهر يعني يمكن أن يعني أن تقع في علة، أن يصيبها ما يصيب جسد الإنسان، أن تعتل أي بالفرنسية طومبي مالاد. فحكم الفرد الواحد موناركية ليس بالضرورة سيئا ما دام يأتمر بالصالح العام، ولكنه يصبح سيئا حينما يصبح الحاكم أو حينما يغدو الحاكم يحكم بناء على مصلحته، حينها يصبح تيراني. ونفس الشيء بالنسبة للأقلية حينما يعني تنزع إلى الاستفراد بالسلطة والحكم لمصلحتها حينها تصبح أوليغارشية، وكذلك بالنسبة للشعب يعني يقع في حالة اعتلال حينما لا يحتكم للعقل ويصبح ديماغوجيا. فإذا هذه الحالة التي درسها أو عرض لها أرسطو حالة مرضية يعني ولازمت الفعل السياسي منذ أن وجد حاكم أو محكوم، لكن الشعبوية ظاهرة جديدة ليست منفصلة عن الديماغوجيا. حينما نريد أن نؤرخ للشعبوية مثل ما تفضل الأستاذ عبد العالي، نبدأ بالأساس بسابقة ظهرت في روسيا القيصر، جماعة من الشباب أمام يعني ما عرفته روسيا من تصنيع ارتأوا أن يذهبوا إلى الشعب للارتقاء بالشعب. حينها ظهر هذا المصطلح والذي استعمل لأول مرة، بتعبير آخر مصطلح الشعبوية يعني لا يمتد إلى أكثر من قرنين، في حين أن الديماغوجيا لازمت الفعل السياسي. ثم هناك حالات أخرى للشعبوية مثل ما تفضل يعني الأستاذ العالي، سواء في فرنسا مع الجنرال المتمرد بولانجي أو في الولايات المتحدة. ثم
بعده بعد ذلك في أمريكا اللاتينية. إذن من الأشياء الأساسية هو أن نميز بين الديماغوجية التي هي أسلوب وبين الشعبوية التي هي اتجاه، وهذا الاتجاه متطور وطبعا ينطبع بالثقافة يعني السائدة. شعبوية أمريكا اللاتينية ليست هي شعبوية الهند مثلا، طبعا ليس هناك علاقة، لأنه حقيقة يمكن الاتجاه شعبوي إلى آخره أن يتبنى أسلوبا ديماغوجيا، ولكن من الضروري علميا أن نميز بين الديماغوجيا وبين الشعبوية. ربما أهم مشكل يعني عن لي قبل أن أشرع في دراسة هذا الموضوع، وأن هذه القضية في نهاية المطاف ليست قضيتنا نحن. في نهاية المطاف قضية الشعبوية هي عرض من أعراض ما يسمى بالوحكة الديمقراطية، الملاذ الديمقراطي. هناك يعني مرض على شاكلة ما عرض له أرسطو أن الأنظمة يمكن أن تعتل أو يصيبها الوهن، فالديمقراطية تعاني وحكة، أما ملاذ ديمقراطيك. وطبعا لا يمكن الحديث عن وحكة ديمقراطية إلا في أنظمة ديمقراطية، لا يمكن في نهاية المطاف يعني أن نعالج ظاهرة يعني في سياق غير موجودة. فلذلك يعني الوعكة الديمقراطية تهم مجتمعات ديمقراطية، والحال أن الديمقراطية ليست ثقافة وليست حقيقة في العالم العربي. لكن العالم العربي ليس بمعزل عما يعتمد في العالم. يمكن لهذه الاتجاهات أو اتجاهات عدة يعني أن تتسلل وتنسرب في تجاويف الثقافة والفعل السياسي في العالم العربي. الحال أن العالم العربي يعني منذ بداية القرن العشرين تأثر بالفاشية مثلا. الإخوان المسلمون حينها لم يكن الفاشية مفهوم سلبي، تأثروا فيما يخص البنية التنظيمية للفاشية مثلما تأثروا بالأحزاب الشيوعية، ومثلما أخذ البعض كذلك باتجاهات الليبرالية. فالعالم العربي ليس قلعة مغلقة، ويمكن للشعبوية أن تتسرب طبعا بأساليب مغايرة أو متحورة أو متحولة. ولذلك ينبغي في اعتقادي أن نفهم هذه الظاهرة. قلت بأنه حينما عرضت لهذه المسألة كان ينبغي أولا أن أفهمها، ولكن كذلك أن أقوم بدوري كأستاذ للعلوم السياسية أن أبسطها. لذلك عرضت الجوانب التاريخية حينما ظهرت الشعبوية وأشكال الشعبوية، وعرضت كذلك إلى مميزات الشعبوية. لكن الذي استأثر باهتمامي وهو الأمر الذي يستأثر باهتمام كذلك الغربيين، وأن ما يعيشه العالم الآن يشبه في كثير من الأوجه إلى ما عاشه العالم بعد الأزمة الاقتصادية أو المالية الكبرى لـ 1929. هناك أوجه تشابه ما بين أزمة 1929-1930 والأزمة المالية فالاقتصادية التي ظهرت في 2008. وإذا كنا نعرف بأن هذه الأزمة أو الأزمة المالية أفضت إلى ظهور واستقواء الاتجاهات الفاشية، فيخشى أن تكون الاتجاهات الشعبوية إحدى متحورات الفاشية. أنطلق من هذا المعطى، وهو معطى الذي يعني يقف عنده كثير من الباحثين، وبالأخص فيما يسمى يعني بالشعبوية اليسارية وعلى رأسهم شانتال موف، التي تعقد مقارنة بين السياق 1930 والسياق الذي نعيشه، وما ميز سياق 1930 من تسليع كل شيء. هذا التسليع هو الذي أفضى إلى رد فعل
من خلال الاستقواء والاستنجاد بالاتجاهات يعني الشعبية. وإذن أمام تماثل هذه الظاهرة، ألا تكون الشعبوية متحور عن الفاشية؟ حقيقة في العلوم الإنسانية نزعم الموضوعية، ولكن لا يمكن أن ننسلخ مطلقا عن الذات. أرى من جهتي أو من جانبي بأن الشعبوية هي تعبير عن أو عرض عن سمبتوم وتعبير عن أزمة، ولكن لا يمكن أن تكون حلا. لا يمكن أن تكون حلا لأنها تقوم على مفارقات، وطبعا هذه المفارقات ليست فقط بناء ذهني، ولكن مستقاة من واقع أنه على الأقل لدينا تجربات تنيف على 10 سنوات لتجارب شعبوية، منها طبعا ترامب ومنها كذلك أوربان في هنغاريا وتجارب أخرى. فإذا يمكن في نهاية المطاف أن نستخلص بعض القواعد يعني الناظمة للشعبوية، والتي تفضي مثل ما قال يعني أو مثل ما قال الأستاذ عبد العالي إلى ما يسمى ديمقراطية، وهو مصطلح نحته يعني عالم في السياسة الفرنسي غوزان فالو. ديمقراطية أي مزيج من الديمقراطية والديكتاتورية، ظاهر ديمقراطي من خلال أحزاب سياسية من خلال الانتخابات، ولكن يعني ديكتاتورية فعلية، يعني إما من خلال استفراد حزب معين أو فئة معينة أو هيمنة لحزب معين. فإذا المفارقة الأولى وأنه بالفعل يتم التلويح بالسيادة الشعبية، ولا شيء أنبل في نهاية المطاف من الدعوة إلى العودة للشعب، لأن مدار الديمقراطية في نهاية المطاف والعودة إلى الشعب والاحتكام إلى الشعب. ولكن حقيقة الأمور أن كل التجارب الشعبوية تفضي إلى استفراد شخص واحد أو إلى حكم فردي. وإذن هناك مفارقة بين ما تزعم هذه الاتجاهات وبين واقع الأمر، تفضي في نهاية المطاف إلى إزاحة كل القوى السياسية، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ عبد العالي مستشهدا بباحث ألماني يان مولر، مشكلة الشعبوية ليس أنها تزعم تمثيل الشعب ولكن احتكار الشعب، وهذا الاحتكار يفضي في نهاية المطاف يعني إلى إزاحة وتعطيل كل القوى السياسية لفائدة شخص معين في صور هي أقرب ما تكون إلى الدكتاتورية أو على الأقل السلطة. إذن المفارقة الأولى هو أن الشعبوية تزعم العودة إلى الشعب، ولكن تنتهي في نهاية المطاف إلى احتكار السلطة باسم الشعب. مفارقة ثانية هو أن الذين يزعمون يعني العودة إلى الشعب ليسوا من الشعب. لا عيب مثلا أن تكون هناك فئة من الأثرياء تدافع عن مصالح الأثرياء، حزب الجمهوري بالأساس وحزب الأثرياء في الولايات المتحدة. ولكن يعني الطريف في الأمر هو أن الذين يزعمون الدفاع عن الشعب ليسوا من الفقراء بل من فئة الأثرياء. ولذلك حينما نرى مثلا ظاهرة ترامب قيل عنه بأنه كان مرشح الفقراء ولكن أصبح رئيس الأغنياء. حينما كان في الحملة الانتخابية كان يتبنى خطابا شعبويا لفائدة العمال، لفائدة الطبقات المتوسطة، لفائدة الذين فقدوا يعني مناصب شغلهم، إلى الذين تتهددهم أو يتهددهم مخاطر بين قوسين ثقافة دخيلة إلى آخره. فكان أقرب ما يكون إلى الشعب حينما كان مرشحا، ولكن حينما أصبح رئيسا تبنى إجراءات لصالح يعني الأغنياء بالأساس. والذي حدث هو أن الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء ازدادوا فقرا، وهذه المفارقة وهي التي تسمى
بحكم الأثرياء ولا البلوتوكراسي بالفرنسية بلوتوكراسي أو بلوتوكراسي باللغة الإنجليزية، وهي دراسة عميقة قام بها باحثان أمريكيان فيما يخص الحالة الأمريكية بعنوان مثير Let them eat tweet، دعهم يأكلون tweet. طبعا يعني مهم ليس العنوان ولكن مضمون الكتاب، والذي يقول في نهاية المطاف بأن الشعبوية على الأقل يمينية تقوم على مفارقة. ربما يمكن أن نضيف شيء أساسي، وأنه لا يمكن على الأقل بالنسبة للشعبوية اليمينية أن تقوم من دون تماهي أو على الأقل تغاضي ما يسمى the establishment أو النواة الصلبة للدولة، أو ما يسمى الآن بمصطلح رائج يعني بالدولة العميقة. يعني وهذا يصدق بالنسبة لترامب كما يصدق بالنسبة للحالة التونسية. يعني هناك تواطؤ ضمني بين الاتجاهات الشعبوية وبين البنية الأساسية. وطبعا السؤال كيف يمكن الزعم بالديمقراطية حينما يكون هناك يعني تواطؤ إما بين الأغنياء أو بين البنيات الأساسية. هذه هي القضايا الكبرى التي عالجتها، وقلت بأنه نحن أمام حالة فريدة، لأنه لا نستطيع أن نقول بأن الشعبوية سردية انغسي على خلاف مثلا يعني الماركسية وعلى خلاف الليبرالية وعلى خلاف الوطنية، ليست يعني سردية، لأنه مدار كل سردية هو بناء فكري أو مرجعية، وكذلك شعور من الأمل يستحث أولئك الذين يؤمنون بهذه السردية. يعني شعور الأمل والترقب لغد أفضل هو الشعور السائد لدى كل الإيديولوجيات. الشعبوية تقوم على شعور الخوف، الخوف الذي يعني يكون سببه الوضع الاقتصادي، شرائح مجتمعية تخشى على تدني قدرتها الشرائية، أو أخرى تخشى أن تفقد مناصب شغلها، أو الخوف من تغيير البنية المجتمعية أمام جحافل المهاجرين، أو الخوف من تغيير ثقافتها. إذن شعور المهيمن لدى كل اتجاهات الشعبوية هو الخوف، وهذا الخوف ينبني على شعور آخر هو الحنين، إلى الحنين بمعنى يعني بناء ماضي افتراضي ليس كما هو ولكن كما يتصور. وعرضت هنا لظاهرة رصدها باحث أو سوسيولوجي إنجليزي من أصل بولوني، زيغموند بومان، معروف بالحداثة السائلة، ولكن له كتابه، وكتابه الأخير ريتروبيا، يعني أن أوبيا هو مكان، يعني ولكن يعني أوتوبيا هي الحالة التي ليس فيها مكان، يعني لا مكان. إذا أردنا أن نترجم يوتوبيا يعني من توبوس، توبوس هو المكان بالإغريقية، لا مكان أي ما لا يخطر ببال، على خلاف ريتروبيا يعني الارتكان والعودة إلى الماضي، ريتروسبكتيف إلى آخر ريترو. فله كتاب ريتروبيا على أساس أن الاتجاهات الشعبوية تنبني على الحنين أو ما تسميه باحثة أمريكية وباء الحنين. وهذا الشعور يعني يفضي إلى نوع من الانكفاء يعني ورفض الآخر، زينوفوبيا والتمترس فيما يسمي هذا السوسيولوجي بالمجتمع القبلي والعودة إلى الرحم. المجتمعات عوض أن تنظر إلى القواسم المشتركة بينها تنثني إلى خصوصيتها وتعيش فيما يسمى بفرنسا بأرخبية، يعني عوض أن تكون هناك أمة تقوم على عناصر يعني المواطنة، يعني تتشظى من خلال يعني أرخبيلات إلى آخره،
كل واحد في هذا وضع طبعا يتهدد الديمقراطية ويتهدد العيش المشترك. طبعا أنتم تتفقون معي بأن هذه القضايا هي قضايا غربية، ولا يمكنني بتاتا أن أجاري الغربيين في تحليل ومعرفة مجتمعاتهم ولا التفكير في قضاياهم، عاجز تماما على أن أواكبهم وأسيرهم في معرفة مجتمعاتهم وفي الوقوف على عللها ومواطن خللها. ولذلك الذي يهمني طبعا هو يعني أن أعرف ظاهرة يمكن أن تنتقل إلى مجتمعاتها. طبعا حاولت أن أتجاوز يعني هذه الصعوبة من خلال وقوف على أساس أن الشعبوية ليست بالضرورة مقترنة بمجتمعات ديمقراطية. هناك سوابق تاريخية حيث الشعبوية سبقت الديمقراطية أو في نهاية المطاف يعني تزامنت معها، إلى حالة مثلا الأرجنتينية وجدت قبل أن تكون هناك ديمقراطية، فليس هناك بالضرورة تطابق بين مجتمع ديمقراطي والشعبوي. ولذلك يمكن أن تنهض شعبويات في العالم العربي، العالم العربي رغم أن العالم العربي ليس يعني شعبوية، لا ليس عفوا ديمقراطية. فمثل ما قلت في كتابي يمكن لهذه الأدوار أن تنتقل، ولكن يمكن أن تنتقل في أوضاع أسوأ من الغربي، لأنه ليس هناك مناعة بالنظر إلى الفقر المادي والمعنوي الجال، وكذلك بالنظر كذلك إلى ما أسميته بالأمراض المزمنة وهي الثقافة الاستبدادية والواقع الاستبدادي. لذلك يعني هذه الظاهرة المستشرية في الغرب والتي لا يبدو أنها في مد يعني انكساري أو في عد عكسي يمكن أن تنتقل إلى العالم العربي. وقد وقفت على ما أسميته أخذا عن بعض علماء السياسة أن هناك حالة أولية للشعبوية في العالم العربي أو ما يسمى باللغات الفرنسية والإنجليزية خوتو بوبوليزم، يعني ليست حالة شعبوية مستوية تخضع للقواعد الناظمة للشعبوية في العالم، ولكن يمكن أن تنتقل إلى شعبوية. وهناك كذلك ما تفضل له سي عبد العالي حالة إغراء شعبوي الجماهير بالنظر إلى خيباتها، بالنظر يعني إلى الأزمة التي تعتبر الخطابات خاص في العالم العربي والتي توزعتها من القومية العربية إلى الإسلام السياسي، تجد نفسها أمام فراغ، وهذا الفراغ هو الذي قد يفضي بها إلى نوع من طلب شعب. قلت في مناسبات عدة وهذا في اعتقادي شيء مهم، هو أن الشعبوية ليست مجرد عرض، لا يمكن أن تصمد لو كانت فقط عرض، والحال أنها طلب كذلك، وهذا في اعتقادي شيء أساسي، لأنه قد نستهين بالظاهرة إذا لم ننظر إليها إلا من زاوية أنها مجرد عرض. لست هنا طبعا لأعيد قراءة الكتاب ولا لكي أسرد ما في متن الكتاب، والحال أن بعضا مما كتبته ربما يعني يستدعي الآن وقوف أعمق أو إعادة، لكن المهم هو أن هناك حالة مستوية للشعبوية وهي الحالة التونسية. هل تكون تونس مثل ما قلت في حوار مع قناة تلفزية مختبر العالم العربي كما إيطاليا هي مختبر أوروبا؟ لا أدري، ولكن على كل حال الذي أعرفه هو أن الحالة التونسية تخضع للقواعد الناظمة يعني للشعبوية. الشعبوية تقوم على نصف القواعد الديمقراطية
أو ما يسمى بمصطلح لا ديموكراتيزاسيون، وهو الذي حصل فعلا من خلال يعني تعطيل البرلمان، ثم تقوم كذلك على تغيير القواعد. ليس هناك في نهاية المطاف شعبوية من دون تغيير القواعد، وهو الذي حصل في تونس. ثم كذلك الاستفراد بالسلطة من خلال شخص إلى آخره في غياب كل المؤسسات، والشخص الذي يعني يحتكر السلطة لا يعتبر نفسه ممثلا للشعب غوبريزونتون، ولكن مجسدا للشعب لانكارناسيون. هناك نوع من التماهي طبعا في هذه الحالة التي لها انعكاسات حتى نفسية يعني وضع غير طبيعي للذين يعني يحسبون أنفسهم أنهم مجسدين للشعب. لا أقول بأنه نوع من يعني التأليه، ولكن على كل حال نوع من الانسلاخ عن الواقع، والذي يفضي إلى النظرة بإزراء وزراية إلى كل المؤسسات. هذه الحالة مستوية في تونس. مثل ما قلت أنا يعني أصدر من موقف منتقد للشعب، لست يعني لا مبالي، لا أعتبرها حلا، أعتبرها تعبير عن أزمة أو عرض عن سامبتوم. ورصدت الحالات التي مارست فيها السلطة وأفضت كلها أو أغلبها إلى ما يسمى ديموكراتور، أي مزيج من الديمقراطية والديكتاتور، أي ظاهر ديمقراطي من خلال الانتخابات وما شئنا، ولكن حقيقة سلطوية. في العالم العربي لا يمكن يعني أن نغض الطرف عن الجانب الثقافي. الشعبوية إذا يعني نفذت في مجتمع ما لا يمكنها أن تكون إلا وجها من وجوه السلطة. يعني وعلى كل حال يعني لا أرى الشعبوية حلا، ولذلك بالنسبة إلي في اعتقادي على كل حال على مستوى أصحاب الفكر لا بد أن نعود إلى السياسة، لأن الشعبوية هي بالأساس تظهر حينما تنتهي السياسة. لا أقول موت السياسة، ولكن يعني غياب السياسة، غياب الهيئات الوسيطة، غياب الحوار والنقاش، العودة إلى الشارع، خطاب التخوين إلى آخره. فلذلك بالنسبة إلي لا بد أن نعود إلى السياسة، ولا بد كذلك أن نعود إلى فكر عقلاني أو إلى تربية عقلانية، وهو دور طبعا المدرسة والجامعة. عرضت الكتاب في الكتاب إلى قسم يهم بالأساس العالم العربي، لأنني حقيقة كنت في حيرة من أمري، هل يمكن يعني أن أتحدث عن الشعبوية وأضرب صفحا وأغض الطرف عن العالم العربي، الحال أن العالم العربي لا تتوافر فيه عناصر الشعبوية. هناك إرهاصات يعني، وهناك إغراء شعبوي، وهناك مثل ما قلت شعبوية أولية، ولكن قلت لابد في نهاية المطاف أن أعرض لما يعتمل أو يتوزع العالم العربي، على أمل أن أفرد يعني دراسة خاصة للعالم العربي. هذا الذي أقوم به وأشتغل عليه، يعني أظن بأنه يعني في نهاية المطاف لهذا العالم خصوصية، مما يستلزم في نهاية المطاف دراسة خاصة يعني خارج القوالب التي انتسجت في عوالم أخرى. أظن على كل حال أن أكون أسهمت في التعريف بهذه الظاهرة، ولا بد هنا في ختام هذه الكلمة أن أذكر بأن بعض ما حرضني على العمل والاشتغال هو اهتزاز بعض الكتابات باللغة العربية التي لم تتوخى الدقة، ومنها مثلا مثل ما قال الشعب
الحال أنه الكلمة الأدق وهي بالأساس العلة الشاذة، لا يمكن عمليا يعني أن يلتقي العقل والشعبوي. وحقيقة حتى لا أتجنى على صاحب هذا العمل، أعدت قراءة لاكلو وارتأيت بأن من الذي يعني ليس العقل ولكن العلة، مثلما وقفت على ترجمة غير موافقة لكتاب غوزنفال ان سيكل دو بوبوليزم الى اخره، واقص على ذلك. كما انني وقفت على عدم التمييز بين حالات معينه، كما لو ان الشعبويه اسلوب واحد وان سايز فيتس اول، يعني يمكن ان تنطبق على كل الحالات، والحال ان هناك شعبويه يمينيه ولكن هناك كذلك شعبويه يسار، كما أن هناك مثل ما تفضل يعني السي عبد العالي إلى شعبوية مزيج، والحالة الإيطالية التي جمعت بين شعبوية يمينية من خلال يعني ما يسمى عصبة الشمال أو العصبة كما أضحت تسمى، وحركة خمسة نجوم، وهي حالة مثيرة، مثل ما أن الشعبوية الإيطالية على خلاف الشعبويات الأخرى تقوم على لا تكنوستركتور، والحال أن بالأساس ما يميز الشعبوية هو عداء الإستابليشمنت أو المؤسسة. هنا نحن أمام حالة بمعنى أن الشعبوية شعبويات، وكما أنه تنعت الحالة الروسية أو بوتين والحالة يعني التركية باعتبارها شعبوية هجينة، أو يسميها البعض فيما يخص أردوغان باللو بوبوليزم أو الشعبوية المنخفضة. على كل حال كان من الضروري أن أقوم بعمل بيداغوجي وأن أمزج كذلك بين الهاجس البيداغوجي للتعريف بالظاهرة وأشكال الظاهرة، ولكن كذلك أن أتفكر حول الظاهرة. على كل حال أتمنى أن أكون وفقت في هذا العمل، وطبعا الفكر لا يتقدم من خلال جهود أشخاص معينين ولكن من خلال تفاعل مع مجتمع ما ومع الفعاليات المسكونة بالشأن العام. فشكرا مجددا لمكتبة الألفية، والشكر موصول لكل الذين شرفوني بحضورهم.